الحيوان المنزلي رفيق درب وصديق، وقد يكون عزوة للبعض قد تقودهم إلى الهوس. وفي اليوم العالمي للحيوان نذكر لك سيدتي قائمة بأشهر الحيوانات على الساحة الفنية. كيكي كلبة نوال الزغبي أصبحت من المنافسين في صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أنها تملك على إنستغرام صفحة تحمل أكثر من 10,000 متابع، وهي مولعة أيضا بالموضة وتتابع أهم دور الأزياء العالمية. باريس هيلتون، والتي عرفت بحبها الشديد للحيوانات ولأنها تسعى لراحتهم، اشترت باريس هيلتون قصرا مجهزا بالكامل من أسرة وأثاث لتعيش كلابها فيه، غير أن كلبها المفضل يرافقها دائما في إطلالاتها على السجادة الحمراء، وكانت له مشاركة في مسابقة عالمية للكلاب. بعد أن نجت من الموت هي وكلبيها خلال رحلة، قررت الإعلامية أوبرا وينفري إعادة ترتيب أولوياتها، وكان أولها وصيتها، فأقدمت على تغيير الوصية لينال كلابها من ثروتها نصيب لضمان لهم حياة مستقرة على قدر من الرفاهية، فأوصت لهم بـ5 ملايين دولار سنوياً.